بداية كنتوجه لكل الشريفات والشرفاء نساء رجال التعليم عبر ربع الوطن بخصوص المهزلة أو المذبحة إن صح القول اللي وقعت على مستوى نتائج الحركتين الانتقالية الوطنية والجهوية. للأسف هذه نتائج غير مسبوقة وتنم عن التجارية في التدبير هي نتائج حركة. طبعا حنا كرقابة وطنية للتعليم الكونفدرالية ديال الشغل نودين بشدة منهجية الوزارة في انفراد بتدبير هذه الحركة ونعتبرها سابقة خطيرة اللي كتمس بالاستقرار النفسي والاجتماعي للأسر أسر طبيب الكوين. وبالتالي فنحن نودين ونحتاج بشدة على هذه النتائج. بطبيعة الحال ما وقع ليس وليد اليوم، ما وقع هو نتاج تدبير ممنهج بطبيعة الحال من طرف الوزارة. هذا التدبير ممنهج بطبيعة الحال ماشي في مرحلة إيجابي وإنما في اتجاه أنه هناك نية أو لا إصرار مقصود على محاولة الدولة بشكل عام على التخلص من المدرسة العموم بشكل عام. بطبيعة الحال هذا التخلص لن يتم إلا بضرب قطب الراحة في منظومة طبيعة الكون اللي هو رجل التعليم بالأساس. وبالتالي أجدد مرة أخرى نحن كنقابة وطنية للتعليم منضوية لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل سنسلك كل السبل النضالية والقانونية على درب إنصاف كل متضرر، كنقول كل متضرر كافة نساء ورجال التعليم سواء المنخرطين معنا في النقابة الوطنية للتعليم أو غير المنخرطين. يعني احنا هذا أمر يهم كافة نساء ورجال التعليم ويهم المدرسة العمومية بشكل أخص. وبالتالي فكاين برنامج نضالي سطرناه في إطار تنسيق نقابي بديناه اليوم مع هذه الوقفة الإنذارية، اعتبرناها وقفة إنذارية. وبطبيعة الحال هذا البرنامج النضالي غيتم بشكل تصاعدي وغنتعاملوا وفق تعامل الوزارة مع المطالب المشروعة ديال النساء ورجال التعليم. وبالتالي كل السبل وكل المقترحات النضالية واردة بما فيها اعتصامات مسيرات وأشكال نضالية ربما قد تكون غير مسبوقة. هذا الشق النضالي، هناك الشق قانوني باعتباري كاتب إقليمي للتضامن الجامعي المغربي فبتنسق كذلك دائما مع هذه الإطارات سنتبنى الملفات ديال هذه المتضررات المضررين لدى المحاكم الإدارية. وبالتالي عندما غتسد هذا الأفق النضالي، طبعا النضال دائما مفتوح ما كاينش تسد، ولكن بالموازاة معاه غادي نسلكوا المسطرة القانونية لدى المحاكم الإدارية. وتحية لكافة الشرفاء. في البداية تحية تربوية لجميع النساء ورجال التعليم بإقليم أسفي، تحية كذلك لجميع المناظر الحرة اللي كتبع الشأن المحلي بأسفي وكتبع القضية ديال الشغيلة التعليمية. في حقيقة الأمر اليوم الوقفة هي وقفة إنذارية وغيتبعها العديد من الخطوات النضالية. هذه الوقفة كما تعلمون هي جات في سياق خاص ومحدود ومطلب واحد هو اللي رافعينه، هو حركة عادلة ومنصفة لجميع الفئات وطنيا سواء المشاركين وطنيا أو جهويا أو محليا. إذا كيف ما كتعرفوا بأن الحركة المحلية العام تم إقصاء المحليين وهذا حيف ضرب سافر وخرق سافر للمذكرة الإطار 056 صدر 2015. إذا احنا كجامعة وطنية للتعليم منضوية تحت لواء التحرير المغربي للشغل كنا واضحين منذ الوهلة الأولى، مطلبنا هو حركة عادلة لجميع الفئات باستعمال مبدأ تكافؤ الفرص باستعمال مبادئ الاستحقاق. إذا وهذه المبادئ كلها اللي كتنص عليها جميع المذكرات اللي صدرتها الوزارة منذ أزل بعيد، هذه جميع المذكرات تم خرقها اليوم في خرق سافر وواضح وانتهاك لحقوق الشغيلة التعليمية. إذا كنأكد ثانية بأن مطلبنا هو مطلب واحد لا غبار عليه، هو حركة انتقالية وفق المذكرة الإطار، وكنطالب من جميع النساء ورجال التعليم أنهم ينخرطوا في هذه المحطة النضالية، في هذه المحطة النضالية التي سوف تعرف ستطول بحكم تجاهل الجهات المسؤولة لمطلبنا العادل والشفاف. كما كنشير بان جميع نساء ورجال التعليم باقليم اسفي هم متضررون، وقد سلف ان انت ذكرت بان الحركه المحليه مثلا على الصعيد المحلي لاقليم اسفي الخصاص فيه 150 في حين ان العدد المستفيدين 175، وهذا كيطرح عده امكانيات وكيطرح امكانيه تطبيق مذكره التدبير الفائض اللي غادي يكون جميع
جميع متضرر، ما كاينش مستفيد، كلشي متضررين. وتلي ما شارك في الحركه المحليه راه متضرر. علاش؟ لانه غير قال المدينه تسدات لمده 10 سنوات. اذا حنا كجامعه وطنيه للتعليم منضوي تحدي واحد الشهور، لا شك في النساء ورجال التعليم بانهم كلهم سوف ينخرطون وسيستجيبون لنداء النقابات للمشاركه في النضالات المحليه والجهويه والنضالات اللي خمشوا حتى الصعيد الوطني. اذا في الاخير النضال ثم النضال من اجل تحقيق المطالب العادله. وشكرا مره ثانيه لجميع المنابر الحره اللي كتبع قضايا ونساء رجال التعليم بالاقليم. تاتي الوقفه الانتهائيه اليوم في السياق اللي تعرفوا جميع مكونات المنظومه التربويه والتعليميه في بلادنا، وماشي غير هما بل كل شيء، ربما مكونات المجتمع المغربي تعرفوا اش وقع هذه الايام من جريمه ومن هضره للحقوق تجاه واحد فئه عريضه من النساء ورجال التعليم، في ضرب صارخ لحق من حقوقهم وحق الاستفاده وحق الانصاف في اطار الحركه الانتقاليه. اكيد ان اليوم احنا فاهمين وانتم فاهمين كل ولا فاهم اشنو يبقى بالضبط. الحركه الانتقاليه هي مؤطاه قانونا بمده فيها اطار. السيد الوزير لم يحترم هذه المده فيها الاطار. السيد الوزير لم يعه اهتماما لمضمون هذا المذكر الاطار، وبالتالي كانت غلبت عليها نوع من المزاجيه ونوع، لا سمحتوا لي نقول انه نوع من انتهازيه، لان بالفعل مجموعه ديال الناس استافدوا على حساب مجموعه ديال الناس اللي كانوا هم احق بتلك المناصب. لا يعقل اننا نستثنيوا الناس اللي تيشتغلوا داخل النيابات الاقليميه او المديريات الاقليميه من المشاركه في الحركه الوطنيه والجهويه، وهي محصنه وهي مكفوله لهم قانونا. وبالتالي اليوم تنجيو كاملين كنقابات، تنحيي جميع النقابات لانهم يمكنوا كلمه واحده، تنحيي ايضا التشغيل التعليميه لان اليوم هبت واحد الاعداد غير مسبوقه. تنقولوا كامل اننا نرفض ان يتم اقصاء فئه عريضه اللي هي فئه اللي تنجو نشوفوا ناس عندهم 230 233، تنجو نشوفوا اساتذه واستاذات اللي قضوا 30 سنه من شغاف العالم القروي، ما تمنحش لهم الحق انهم ينافسوا على مناصب في المجال الحضاري. هذا ظلم، هذا حيف، هذه جريمه، وهذا الشيء ما يمكن نسكتوا فيه. هذه بدايه المسلسل النضالي واللي اكيد انه غادي يستمر. وتنحيي كما قلت جميع النقابات اللي اليوم كانت على قلب رجل واحد. تنحيي الشغيله التعليميه اللي هبت من كل صوبين باش انها تكلم وتدافع على حقها وتقول بصوت واحد لا لهذا الحيف. تنطلبوا من الوزاره ان تحمل مسؤوليتها، تنطلبوا من الوزاره ان تكون مسؤوليه، ماشي انا ما تنقولش ماشي من اجل طاغر فقط، بل تنقول من اجل محاسبه كل من هو مسؤول على هذا الشيء اللي وقع. لابد ان نبطوا المسؤوليه بمحاسبه، وما نبطوهاش غير بالنسبه للاستاذ، نبطوها بالنسبه لهذ المسؤولين اللي اليوم تيدبوا من خلال مكاتبهم المكيفه وما تيعرفوش المعاناه الحقيقيه ديال كل اطا ديال قرار خداوه بشكل مزاجي وبشكل ربما بعيد كل البعد عن القانون. ونحن في دولة تحية لإيطاليا. اليوم هذه الوقفة الاحتجاجية كتجي ديال هاد المتضررين ومتضررين الحركة الوطنية والجهوية، بحيث أنه كيتم إقصاء ديال واحد حسب علمي أن أكثر من 1000 طعن اللي دابا دارت هنا دابا في المديريه الاقليميه. ونحن كنقابه ديال الجامعه الوطنيه للتعليم التوجه الديمقراطي نتواجد هنا من اجل التضامن مع التنسيقيه المحليه للمتضررين والمتضررات، ومن اجل دعم النضال ديالهم، ومن اجل انهم ترجع الامور الى النصاب ديالها، ومن اجل ان الحركه يتم اعاده النظر في الحركه الانتقاليه وتم انصاف جميع نساء ورجال التعليم. اذا من هذا المنبر نقول باننا هذه الحركه هي حركه مهزله، هذه حركه جريمه اللي ترتكبت في حق نساء ورجال التعليم. وبالمناسبه راه اليوم برنامج النضال اللي مطروح هو انه اليوم وقفه، وغدا غتكون واحد الوقفه على الصعيد الجهوي في الاكاديميه، ثم هناك وقفه اخرى اللي غادي تكون يوم الخميس الاتي امام المديريه. اليوم ان هذه الوقفه راه تحولت الى مسيره من المديريه الاقليميه وتوجهت الى العماله.
ورجعت كذلك دابا المديريه. والان اننا المتضررين لا زالوا معتصمين لحد الساعه من 9 صباحا رغم الحراره الشمس، لا زالوا معتصمين امام المديريه الاقليميه. وشكرا وتحيه. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله. تحية نضالية للشعبية وكذلك لجميع المتضررين والمتضررات من الحركة المشؤومة، حركة الكارثية للإقتصاد. ما وقع هذه السنة بالنسبة للحركة هي حركة مذبحة ومجزرة في حق النساء ورجال التعليم. لماذا؟ لأن السيد الوزير لم يلتزم لما صرح به في مجلس مستشاري أولا، ثم ثانيا لم يحترم كذلك المذكرة الإطار المنظمة للحركة الوطنية الانتقالية. ثالثا فقد جنى على نساء ورجال التعليم خصوصا الناس اللي كاينين في المحليات. كيف يعقل بأن من لديه نقاط كثيرة لا زال قابعا في القرى، في حين أن من تخرج لسنوات قريبة 4 سنوات يدخل إلى المدينة، الأب ديالو ولا الأم ديالو أو حتى الجدة ديالو باقا في البادية للأسف الشديد. نحن نهنئ هؤلاء، هذا حقهم، ولكن ثانيا لا يجب أن ما قام به هذا الأمر يجب أن نفهمه في إطاره الشمولي. الإطار ديالو هو أن السيد الوزير فرض فرضا على هذا القطاع. فرض، لماذا أقول فرض؟ لأنه اهتمامات ديالته ماشي هي التربية. الوقت اللي كنا كنحتاجوا من الدولة ومن الحكومة على أساس أنها بالفعل تصلح هذا القطاع، وهذا ما عبرت عنه فيما يسمى أو ما سمي بالمخطط الاستراتيجي ديال الوزارة 2015-2030. السيد الوزير جاء وربما تكون نيته حسنة لأنه أراد أن ينقل عددا كبيرا من نساء ورجال التعليم، ولكن المشكل هو في الناس اللي كيحيطوا به. أليس منهم رجل رشيد يحسروه ويقولوا لي أودي هذه ركالة؟ نحن في الجامعة الوطني لمدة التعليم التابعة للاتحاد الوطني الجنوبي نبهنا السيد الوزير مرارا وتكرارا وانسحبنا عندما علمنا بأن المنهجية التي يقود بها ويمشي عليها ليست بصحيحة لا قانونا ولا شرعا ولا إدارة. لماذا نقول ذلك؟ لأنه لمسنا منذ الأولى بأن السيد الوزير لا يفهم شيئا في تدبير الموارد البشرية. هذا من جهة. من جهة أخرى نقول بأنه المغرب الآن ليس في حاجة إلى هذا الحراك التربوي. ما يجري الآن في الحسينة وفي بعض البلاد الأخرى أريد أن نقول للدولة تعقلي شيئا ما، لأن هذا ليس صالح المغاربة. تعقلي، لأننا نعلم بأنك عندك ناس حكماء، ناس رشداء، ناس كيمتازوا بالتعقل، فرجع عن غيرك. شنو المطلوب؟ المطلوب الآن هو إنصاف هذه الناس. كيف ذلك؟ نحن نقول بأن هذه الحركة تعاود الدور، الناس تعاودوا اللي عنده استحقاق، هذا ما كان يصرح به، استحقاق وتكافؤ فرص، يعاود يدورها، وأكيد بأن نساء ورجال التعليم ناس قدام اللي عندهم نقاط غادي يدخلوا للمدينة. هذا من جهة. من جهة ثانية السيد الوزير مطلوب ومطالب بأنه يجتمع مع المديريات الأكاديمية ومدراء كذلك ديال المديريات الإقليمية باش يوسعوا الوعاء التربوي. وغادي يستوعب واحد عدد كبير، وغادي بهذا غادي يقضي على هذا الالتحاق. ثالثا يتحدثون عن الجوده، اي جوده نتحدث عنها، وهذا رجل التعليم او المراه التعليم غادي يدخل ديال السنه والنسيه ديالتها محبطه. راه كاينين خصو يعرف السيد الوزير بانه كاين اسر اللي واقفه على الطلاق التشرد وسيكون مسؤولا عن هذه الكارثه. لذلك نلبي السيد الوزير ونقول له كفى، رجع عن غير ديالك، هذا ظلم ماشي قانون، لم تحتري لا مشاعر ديال نساء رجال التعليم ولا القانون ولا المذكر الاطار. نحن في الجامعه الوطنيه الدكتور نقولوا ودرنا وقفه نهار 4 يوليوز امام وزاره وجا حاصرنا الامن. نقول السيد الوزير رجع عن ظلمك، اعطي الناس الحقوق ديالها. اليوم قمنا بوقفه احتجاجيه امام مقر المديريه الاقليميه بأسفي، وكانت متبوعه بواحد المسيره اللي توجهت نحو العماله من اجل التنديد بهذه الحركه اللي سميناها مجزره حق الرجال والنساء التعليم. في الوقت اللي كنا كننتظروا نتائج اللي غتكون منصفه لنساء ورجال التعليم خصوصا القدامى منهم في الحركه المحليه في ادابنا، يعني كنتفاجئوا بهذه النتائج الكارثيه بحيث
مجموع عدد ديال الاستاذات والاساتذه اللي وهنا خاصنا نذكروا باننا ما عندنا حتى شي يعني تعارض مع حتى شي استاذ اللي دخل المديريه ديال اسفي، ولكن هناك عدد كبير من الاساتذه، عدد كبير من الاستاذات اللي عندهم عدد كبير جدا من النقاط اللي تم سحب حقهم في الحركه الوطنيه. ما يثير الاستغراب هو ان وزير التربيه الوطنيه وفي مجلس المستشارين كيأكد بان النتائج ديال الحركه الوطنيه سوف تضاف الى نتائج الحركه الجهويه، ثم بعد ذلك الى نتائج الحركه المحليه، فاذا بنا وسوف يتم تدوير البرنامج دفعه واحده بناء على الاستحقاق. ففي الحقيقه كنا ننتظر هذه العمليه، ولكن في اخر يعني في اخر المطاف السيد الوزير قام بتدوير الحركه المحليه بدون طلبات ديال الساده الاساتذه والاستاذات في الحركه الوطنيه والجهويه، وبالتالي اللي هما داخل الاقليم بطبيعه الحال. هذا ما خلف وضعا كارثيا بالنسبه لقطاع مهم في البلاد اللي هو قطاع التعليم. ونتساءل هنا عن سبب هذا التدوير ديال البرنامج بهذه الطريقه هذه، لانه اجج صراعا كبيرا ليس في مديريه اسفي فقط، بل في مجموعه من المديريات وعدد كبير من مناطق المملكه التي نحن في الحقيقه في غنى عنها. نحن في الكونفدرالية الديمقراطية للشغل أكدنا ولا زلنا نؤكد بأننا ضد هذا العبث الذي يصطلح عليه، هذا عبث، وقدمنا مجموعة من الطعون اللي كنظن في أجسفي غادي تجاوز 1000 طعن، وهي طعون قانونية يجب على الوزارة أن تجيبنا عليها في أقرب الأوقات. وإذا كانت الوزارة تراهن على أن نساء ورجال التعليم سوف يتوجهون للعطلة الصيفية وسوف ينسون ما قاموا به فهم خاطئون. نساء ورجال التعليم سوف يعتصمون في المديريات، وحتى إن قمنا ب يعني هذه المهلة ديال الصيف فليكونوا على يقين تام بأن بداية الدخول المدرسي المقبل سوف تشهد احتجاجات أكثر من التي تشهدها الآن. نحن لا نطلب شيئا كبيرا، نحن نطلب فقط بتفعيل القانون. تفعيل القانون يعني تفعيل المذكر الإطار للحركات للحركة، وهي أن لا يتم سحب طلبات السادة والسيدات الأستاذات والأساتذة من الحركة المحلية إلى الحركة الوطنية. شكرا لكم.